اليوم قررت باش ندير واحد الجولة في هذه الجزيرة اللي تتسمى جزيرة التماسيح، وهي جزيرة فيها الماء بركة، عبارة عن واحد البحيرة راكدة بزاف، وهنا تيجيو الصيادين اللي تيحبو ديك الصيادة ديال التماسيح الصغيرة، وشي أسماك غريبة جدا، أسماك ربما موجوداش في شي بلدان أخرى. ف بزورق صغير يعني كان وجد صعوبة بزاف باش نوصل للضفة، لأن كاين تماسيح وتنخاف يعني لا تمشيو يتقبوا لي داك الباطو. فكانت مغامرة، فعلا مغامرة من نوع خاص، لكن وصلت للضفة الحمد لله سالمة، ما عدني حتى شي تمساح. من خلال هذه المغامرة عرفت بأنني أنا راه وحدة خوافة بزاف، وكانت شي أسماك اللي تتشبه لديك أسماك القرش، غير هي صغيرة وعندها شي سنان، يعني تنقول صافي هنا غادي تقبوا لي الباطو، هنا غادي تقبوا لي الباطو، تنتهرب من هنا ونتهرب من هنا. أنا خايفة من الأسماك، خايفة من ديك الحوت اللي بحال 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 الغوكان، وخايفة من هذيك التماسيح حتى هي. فكانت مغامرة والله، انا غادا وتنترعد، ما قدش حتى ندير ديك التلميجدف، ما عرفتش كيفاش غادي، وليت غير تنخبط خبطة عشواء وصافي، ما تنظنش واش نعاود بحال هاد المغامرات، وخاصة على زورق اللي هو مطاطي، يعني زورق اللي قابل انه يتفاش، قابل انه يترتاق، قابل انه يعني الا عضته ولا تقبته اي شي شوكه يقدر يعني يتفاش. ف هما لابسه لا جيلي ديال لو سوكور والو، يعني كانت مغامره غير هكذا، مغامره عشوائيه وصافي. قلت بغيت نكتشف هاد الجزيره وصافي، هي فعلا رائعه، ولكن الانسان ما يديرش هاد المغامره بحال هكذا، لان حتى لا بغى يمشي لهاد البحيره لهاد الجزيره وبغى يشوف ديك الاسماك وديك التماسيح، خصو يكون راكب في شي باطو اللي هو سيكوريزي وفيه الموتور، باش ان فوا يشوف شي تمساح ولا شي داك الحوت اللي بحال لي غوكا صافي يحل الموتور ويمشي هو هارب. لان وما كاينينش حتى الناس بزاف، يعني كاينين غير دوك الصياده اللي تيصيدوا هاد التماسيح الصغيره وهاد الحوت اللي بحال لي غوكان. فكانت مغامره خطيره جدا، والحمد لله وصلت، والماء عمر لي شويه الباطو بالماء، لان ولكن وصلت سالمه. يا لها من مغامره، ويا له من مساء متعب، ما غاديش ننسى هذا النهار ابدا.
Merci.